بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ ده، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنت اول مره تشوفوا القناه اضغطوا على مربع الاشتراك، واهم حاجه فعلي الجرس عشان يوصلك الجديد باذن الله تعالى. لايك وشير للفيديو فضلا وليس امرا، لو سمحتوا ادعموا الفيديو باللايك مش هتخسروا حاجه. النهارده جايبين طريقه سهله سريعه، قلنا لو معانا صينيه كيك اللي هي المفتوحه من الوسط واكيد كلنا متوفره عندنا في البيت، ومعانا دجاجه اي حجم انتي هتسويها، هنعمل وصفه سهله وسريعه مش هتاخد منك اي وقت. لايكات وشير للفيديو. يلا نبدا صحوبي مع التتبيله اللي هنتبل بيها التتبيله للدجاجه، تتبيله سريعه هنتبل ونشوي باذن الله. عندي التوابل: بابريكا، بصل بودر، توم بودر، فصين او ثلاث فصوص توم فريش، ده زعتر فريش انا مخزناه في الفريزر. ما عندكيش تقدري تستبدليه بالزعتر الجاف اللي بنستخدمه في الاكل. رشة حبهان وملح، ده بالنسبة للتوابل. هناخد معلقتين زبادي، معلقتين كاتشب، معلقتين زيت زيتون، معلقة خل احمر او اي خل موجود عندك او عصير ليمون، وهنعمل هنطحن فلفل اسود فريش. هخلط كل مكونات التتبيلة ونرجع نشوف. طبعا معانا الدجاجة مغسولة ونقعناها في مية وطحين وليمون وخل وفرقناها كويس جدا وخليناها صفت المية بتاعتها. دمجنا مكونات التتبيلة اللي قلنا عليها، الحين همسك الجلوفز وافرك الدجاجه من داخل ومن خارج وهنشوف ايش الخطوات. فرقنا اصحابي الدجاجه بالتتبيله، طبعا لو انت عندك وقت اعمليها قبل بليله هتطلع اطيب، ما عندكيش وقت زي حالاتي هنتبل ونشوي. لعلمكم التتبيله دي لما بتتبلي وتشوي بتدي طعم تحفه جدا، جربوها وانا عملتها اكتر من مره في القناه. طيب الحين بس هنجيب قالب الكيك اهو، وعندي توث بيك، وعندي برتقاله هسوي فيها فتحات كده اهو، دي هنحطها داخل الدجاجه او الفرخه. لو ما عندكيش برتقاله ممكن تحطي ليمونه، شويه زعتر بتدي ريحه حلوه قوي لما الدجاجه بتستوي اهو. بسم الله هنحطها داخل الدجاجه مثل ما انتم شايفين. يفضل ان احنا نقطعها افضل. نقطعها كده اهو، وهوقف الدجاجه مثل ما انتم شايفين على اهو على هذا، وهنجيب توث بيكس وندبس الرجلين والايدين عشان لما تستوي تدينا شكل ظريف. هدبسها واصحابي شكل الدجاجه او الفرخه بعد ما جلسناها وحطيت فيه قطعه برتقال فاضت مني، هضيف عليها بس حوالي يعني ربع كوب ميه عشان الميه لما تغلي تطري لي الدجاجه، فالدجاجه ما تجفش مني لما تتشوي. هدخلها الفرن. دي دجاجه تقريبا الوزن بتاعها كيلو 300 جرام، يعني هتاخد تقريبا ساعه الا ربع ساعه بالكتير قوي، وطبعا كل واحد حسب الفرن اللي عنده. هدخلها ونشوف. دي اصحابي الدجاجه بعد ما خرجت، هنشيل بقى التوث بيكس وهنقدمها مع الرز الاصفر بتاع المشويات ونرجع نشوفكم. فهدي اصحابي شكل الدجاجه اهو بعد ما خرجناها، واخده تسويتها تحفه، يعني شايفين العظم اصلا مفيش، يعني على الاخر مستويه على الاخر. اخدت ساعه و10 دقائق بالظبط عشان دي كيلو و300، لو كيلو او 900 جرام هتاخد وقت اقل. يا رب النهارده الفكره تكون عجبتكم، لايكات وشير للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب، واشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.